للحديث عن الموضوع معنا من اسطنبول الكاتب والباحث والسياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير مرحبا بك. يعني نطاق الحرائق يتسع في العراق سواء الحقول الزراعية أو في المصانع أو المولات التجارية. يعني عندما يتحدث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ويقول ويقلل من هذه الحرائق ولا يعطي لها أي أهمية، كيف تفسر ذلك؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يعني تصريح عادل عبد المهدي الذي هو بمنصب رئيس الوزراء يعني لا يدل على إلا على يعني غياب المسؤول، الشعور بالمسؤولية اتجاه هذا الوطن. وإلا كيف أن يعني الآن يعيش العراق سلسلة من الحرائق، سواء كانت المحاصيل الحقلية أو في المراكز التجارية، ومع ذلك يقلل من أهمية هذا ويعتبر أنه أمر عادي يحدث في كل دول العالم. ويعني ما يحدث في دول العالم عندما تحدث مثل هذه الكوارث، نشهد استقالات لمسؤولين سواء على مستوى وزراء أو مستوى رؤساء وزراء، بينما الواقع الحال في العراق المسؤولين يستخفون يعني ما يحدث للمزارعين، يستخفون بما يحدث للتجار ولضرب الاقتصاد العراقي، وكأن الأمر يعني مسألة عادية. هذا يفسر على أن هذه الحكومة ومسؤوليها هم غير جديرون بقيادة مثل هكذا بلد. هناك اتهامات للميليشيات بإحراق المحاصيل الزراعية، ما هي غاية الميليشيا من إحراق الأراضي الزراعية، خاصة وأن العراق كل العراق في قبضتها؟ أنا أقول لك الأمر واضح جدا، يعني هم يحاولون العمل بأجندة تخدم مصلحة النظام الإيراني، وإحدى هذه المصالح هي تخليصها من الذائقة الاقتصادية التي تعيشها في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وبالتالي فيما يتعلق مثلا بالمحاصيل الحقلية، هم يحاولون ترويج ويعني ترويج المحاصيل الإيرانية على أنها محاصيل عراقية، وبالتالي يكون أسعارها ضعف ما يمكن أن تباع في السوق الإيراني. يعني يقدر أحد الخبراء بأن الفرق $300 للطن الواحد، وتخيل يعني كم تكسب إيران من خلال تسويق محاصيلها إلى السائلوات العراقية. إضافة إلى يعني هذا الحرق للمراكز التجارية العراقية، كل هذا يصب في خدمة الاقتصاد الإيراني. يعني هذه أصبحت الكوارث الاقتصادية بالعراق عبارة عن مواسم، موسم يعني نعيش موسم لإبادة الأسماك، ثم نعيش موسم لإبادة الدواجن، ثم نعيش موسم لإبادة المحاصيل مثل الطماطة وغيرها، والآن نعيش يعني موسم حرق المحاصيل الحقلية مثل الحنطة والشعير. يعني إلى أي مدى سيصل هؤلاء في تخريب البلد وتحطيمه؟ ربما يعني الأمر منفتح على يعني أبواب واسعة أكثر من هذا الذي نشهده. يعني عندما يقول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن الحرائق التي تشهدها محافظات العراق حالة طبيعية، كيف سيسهم ذلك في زيادة سخط الشارع العراقي على الحكومة؟ بالتأكيد، خاصة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للتجار الذين هم المتضرر الأكبر من هذه الحرائق. كيف أنه يعني كان يتوقع من رئيس وزراء أن يجد حلول حقيقية لهذه الحرائق ووقفها، أو أن يقدم من يفتعل هذه الحرائق إلى العدالة، بينما هو يتعامل الأمر بلا أبالية ويقلل من شأنها؟ هذا كله يصب في خدمة المفاصلة ما بين الشعب العراقي وهذه الحكومة، ويدلل على أن هذه الحكومة هي لا تمثله ولا ترجو خير للشعب العراقي أو الدولة العراقية بشكل عام. الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من إسطنبول.